خليني أرحب بيكم مرة تانية، وسعيد بوجودكم وسعيد بالنقاش والحوار اللي تم خلال الثلاث أيام اللي فاتوا دول. ولما احنا اتكلمنا على ان احنا لما أطلقنا موضوع الحوار زي ما بدأنا في إبريل الماضي وقلنا ان احنا محتاجين نتكلم مع بعض أو نسمع بعض، يمكن كان في كتير من الناس متصور ان احنا هو الموضوع موضوع سياسة يعني، ولا بأس انها تبقى سياسة، لكن كان الهدف منها ان احنا فعلا محتاجين نسمع بعض اكتر. الظروف والتحديات اللي موجودة في العالم في المنطقة وفي بلدنا محتاجين ان احنا دايما على الاقل يبقى في تواصل بيننا، نقدر نبقى شايفين مع بعض حتى رغم الاختلاف بالايه اللي موجود قدامنا. وانا يمكن في بدايه المؤتمر او امبارح لما كلمت قلت كلام، ف الناس قالوا لي انت تقصد ايه؟ انت احنا بنتكلم في المؤتمر الاقتصادي وانت كلمت في حاجه خاصه بموضوعات اخرى. انا كنت شايف ان الموضوعات ديت موضوعات متصله باللي احنا بنتكلم فيه. لما كلمت على البيئه السياسيه كنت اقصد بيها برضه واحنا بنتحرك عشان نعمل اقتصاد، هل البيئه السياسيه اللي موجوده في منطقتنا وفي الاقليم وحتى في مصر تسمح لنا بان احنا كل اللي احنا بنتمناه نقدر نعمله بغض النظر عن صحته؟ اوعى حد يزعل مني من اللي هقوله، اوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. كل الاقتراحات اللي اتقالت ديت، انا اسف ان اقول لكم، اي طالب في كليه السياسه والاقتصاد يتكلم فيها، اي طالب في كليه السياسه والاقتصاد يتكلم فيها. انما ازاي تعملوها؟ ازاي تعملوها؟ انا كلامي هيبقى كده في البدايه. كل الكلام اللي تم التوافق عليه يا دكتور مصطفى احنا ملتزمين ان احنا نعمله، منسق صحيح، احنا ملتزمين ان احنا نعمله، لان احنا ما عملناش الحوار ده عشان نستهلك وقت ونستهلك جهدكم وجهدنا وبعدين في الاخر خلاص. لا، الفعاليات اللي اتعملت والكلام اللي اتقال كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه. احنا كدوله وكحكومه ملتزمين ان احنا التوصيات اللي تم التوافق عليها نعملها. طب لو الحكومه وهي بتقول ده قابلت مشاكل، اكيد هتقابل، لابد يكون للمؤتمر ده اليات مستقره مؤسسيه تستطيع ان تكون موجوده مع الحكومه بشكل مستمر. ليه؟ عشان واحنا متحركين في تنفيذ التوصيات ديت قابلتنا مشكله نتكلم فيها ونقول الموضوع ده كذا كذا كذا. فانا بقول بالاضافه لان احنا ملتزمين ان احنا نعمل كل التوصيات اللي تم التوافق عليها، لكن انا بقول لكم عشان نجاعه الاجراء اللي احنا بنعمله محتاجين يبقى فيه للمؤتمر الاقتصادي، ومش للمؤتمر الاقتصادي بس، لكل منصه الحوار اللي احنا اتكلمنا عليها كلها. انتوا اتكلمتوا وقلتوا مجموعات عمل ممكن تبقى موجوده لصالح طرح ما تم التوافق عليه والمسار اللي احنا متحركين عليه اعلاميا. وانا كنت اتكلمت في بدايه الموضوع وقلت البيئه السياسيه والبيئه الاجتماعيه والفكريه والثقافيه وحتى البيئه الاعلاميه. اذا احنا بس عشان الكلام ما يبقى مترتب، انا متفق معاكم يبقى المؤتمر يتعمل كل سنه، ده كلام مهم جدا جدا. وافتكروا ان احنا كنا من 5 سنين ولا اكتر كنا حريصين قوي قوي ان احنا نعمل منصه حوار، وكانت كنا بنقول ان المؤتمر ده هو مؤتمر الشباب، هيتم تناول فيه قضايا الدوله كلها مش قضيه شباب فقط، حتى القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والفكريه. وكنا قلنا ان احنا من كل شهر ونص او شهرين نعمل ده، ولكن الحقيقه ونجحنا ان احنا نعمل ده بشكل او باخر في المحافظات كمان، ثم سنويا حتى على مستوى العالم. جت كورونا يمكن والظرف الاخير ده، يعني 3 سنين ما قدرناش نكمل بنفس المستوى اللي احنا كنا بنتمناه. اذا انا بس عايز اكد تاني، منصه اقتصاديه مستقره تكون موجوده معانا وتلتقي كل سنه ونقول ده كشف الحساب، اللي هو انا كحكومه وقياده يجي لي دوريا كل 3 شهور تقرير بالانجاز اللي احنا قدرنا نحققه. خليني بس وانا بكلم الدكتور ضياء نكمل الكلام ده بقى في النقطه اللي تسري هذا اللقاء وتكمل على ما بداناه.
احنا لما اتكلمنا على ان احنا محتاجين نعمل حوار وطني، الحوار الوطني كان شامل، ما كانش في اتجاه محدد، لا نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عايزه تتكلم، تتكلم مش سياسي بس، اقتصادي، اجتماعي، اعلامي، وثقافي، وديني كمان. وانا اتصور، وقبل ما نقول ان احنا يعني انهينا موضوع الحوار الوطني بشكل متكامل نستفيد منه كلنا، انا متصور ان احنا عايزين نعمل حاجه تانية زي ما عملنا الاقتصادي واتكلمنا كلنا، والدوله اتكلمت ايضا في التحديات اللي موجوده. انا متصور ان احنا محتاجين نعمل ده ايضا في الملفات التانية. يعني انا هديكم شويه امثله صغيره كده، والهدف منها فقط، قلت لكم ان انا بشارك معكم هنا مش كرئيس مصر. بالمناسبه، ولما بقول الكلام ده الناس بتفتكر ان انا بدغدغ مشاعر الناس، انا ما بعتبرش نفسي رئيس لمصر، انا بعتبر نفسي انسان طلب منه التدخل لحمايه وطن بس. طب والله انا صادق، اصل ادبيات الرئيس حاجه وادبيات المواطن حاجه تانية، ادبيات السياسي حاجه وادبيات المواطن حاجه تانية، ادبيات الرئيس حاجه وادويات البطل حاجه تانية. البطل حاجه تانية، مش عايز يعيش ويقعد عليها هنا. هقول لكم شويه حاجات كده عشتها خلال الفتره اللي فاتت. ما احنا بنقول كلام جميل مع بعض ان شاء الله. ساعه ما حصل الاحداث بتاعت 2011 و12 و13، فالدنيا كلها كانت بتقول هو ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ وسايبنا ليهم ليه؟ وهم هيعملوا فينا ايه؟ الجيش يعرف اللي انا بقوله ده كويس، وبرضه قاعد المفكرين يفهموا ده كويس. الجيش ده جزء من المؤسسه التنفيذيه للدوله، جزء من الكيان، ويخضع لرئيس الجمهوريه. كان مين اللي علم الراجل ده انه ينتبه ويعرف ان البلد دي داخله على حرب اهليه ولابد ان هو يكون له موقف؟ الموقف ده ممكن يكلفه ايه؟ حد ادنى استمراره في الوظيفه، حد ادنى استمراره في الوظيفه، حد اقصى حياته. هو كان عارف ده كويس وفاهمه، ولا حد علمه له؟ طب انا بقوله ليه دلوقتي؟ لان الواقع اللي احنا ماشيين فيه ما اتغيرش كتير عن اللي احنا كنا موجودين فيه ساعتها. تقول لي ده 7 سنين. 7 سنين في مسيره الدوله مش كتير قوي.